أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الخامس عشر وهو الشوط الخاص. شوطنا الخامس عشر مشاهدينا متابعينا الكرام وهو شوط خاص باللقاية البكار بالشعارات يا أصحاب السمو الشيوخ، شوط من أشواط الإنتاج. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرى هناك اللي قادت المجموعة شقرة بالشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم وانطلاقة محمد بن سعيد بن حلوة المركز الثاني العمالة. من الجانب الآخر لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم وقيادة سعيد بن عبيد الحميري، ننطلق مع المركز الثالث كي أرى التقدم للسلطانة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفار نهيان محمد بن جابر النيبي، يعلن تقدم سلطنة مع المركز الثالث وعلى مستوى المركز الرابع. المركز الرابع أرى القدوم في هذه اللحظات مع الشاهينية من هجن سيح السلام بقيادة حمد بن علي العويسي، وعلى مستوى المركز الخامس تتسلل تقدم مزنة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم المتحدي سالم بن سعيد بن منانة في عملية تضميرها وتدريبها، وعلى مستوى المركز السادس والسابع تتقدم الشاهينية والشاهينية الأخرى الثنتين بشعار هجن الرئاسة ومتابعة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، بينما انطلقنا مع المركز الثامن بأرى متعبة القادمة في هذه اللحظات على مستوى المركز الثامن من تتقدم بشعار هجن سيح السلام وتقدم وانطلاق وتحديات السير بن مبارك بن مرخان. ومع المركز التاسع، المركز التاسع تتقدم الشاهينية، كذلك مع المركز العاشر تتسلل الشاهينية الثنتين بشعار هجن الرئاسة وتقدم أيضا وانطلاقة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة وبداية هذا الشوط والمقدمة. وأرى هناك العمالة، أرى العمالة اللي قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم، متابعة سعيد بن عبيد الحميري. من يتابع العمالة مع هذا الانطلاق؟ نتابع المركز الثاني، تابع المركز الثاني وأرى سلطنة تأتي على ثاني المراكز لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف آن هيار محمد بن جابر الينيبي، معلنا لهذا التقدم ولهذا الانطلاق. ولكن القدوم لمزنة، التسلل لمزنة مع المركز الثالث بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم يقودها بهذا التقدم المتحدي سالم بن سعيد بن منانة. وعلى مستوى المركز الرابع من الجانب الآخر تأتي الشاهينية مع المركز الخامس أيضا الشاهينية، وعلى مستوى المركز السادس أيضا والسابع القدوم أيضا مع الشاهينية بالشعار الأحمر وقيادة أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي. من يعلن تقدم هذه الأسامي بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير؟ ولكن اللي وصلت أيرا شقرة أيضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم، تتسلل تتقدم على مستوى المركز السابع بقيادة محمد بن سعيد بن حلوة متابعا لهذا الانطلاق. ولكن بنعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير الكيلو المثير، تحديات هذا الشوط مع هذا التجمع مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع الجميل. ولكن مزنة من قادة المجموعة بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم والمتحدي سالم بن سعيد بن منانة. من يتابع مزنة الشاهينية مع المركز الثاني بهذا الانطلاق بهذا التحدي بشعار هجن الرئاسة وانطلاقة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، سلطنة مع المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف آن هيان ومتابعة محمد بن يابر الينيبي. اللحظات الأخير
الدائره جوله الاوامر، جوله الاوامر مزنا على الصداره. الشاهينيه تحاول مع المركز الثاني اللحظات الاخيره، ولكن مزنا هي الاقرب. الشاهينيه من الجانب الاخر تحديات هذا الشوط ما بين الشاهينيه وما بين مزنا، ولكن الشاهينيه تنتزع ناموس هذا الشوط لتهدي السلامات لهجن الرئاسه والاحمد بن مطر بن مايد الخيلي رجل الامتار النهائيه الفيلسوف في عالم التضمير، ينطلق بتحديات الشاهينيه. تهانينا لهجن الرئاسه، تهانينا لاحمد بن مطر بن مايد الخيلي لحظات وصولها الى خط النهايه. المركز الثاني مزنا لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث هذه لحظات وصول، وتقدم ايضا سلطنة لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيفان هيان. المركز الرابع تاتي الشاهينية من هجن الرياسة. المركز الخامس العمالة بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة. نعود بالتوقيت الزمني 6:06.8 من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني تاتي مزنا 6:07.2 من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لسالم بن سعيد بن منانة المتحدي من قدم مزنا مع المركز الثاني ثالث المراكز. هذه لحظات وصول، وتقدم أيضا مع هذا الانطلاق تأتي السلطنة مع المركز الثالث توقيتها الزمني 6:18.1 من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان، تهانينا لمحمد بن ياب النيبي.